تشكيلة حسين عبد الغني. طيب حراسة المرمى. طيب شوف انا اشوف ابوري قديش انا بكون معاك. طب قبل ما نبدا التشكيله خلينا نسينا نتكلم عن الكابتن عبد الله وبران. طبعا 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 من اللاعبين اللي انا صراحه انا تشرفت ولعبت يعني مع ضد في منتخب الكويت. لاعب من اللاعبين الموهوبين في الملعب، لاعب ورجل وانسان جدا مؤدب. وحشنا اصلا ابو علي. اي والله والله يعني رجل بصراحه مكسب لاي مكان هو يكون فيه يعني، ولاعب كبير يعني وبالفعل يعني كنا نستمتع وهو يلعب. طبعا كان فيه كمان ابو قره رجل يعني برضو انا اشتغلت معاه ورجل بصراحه يعني من الناس اللي انا احترمهم وكنا لهم تقدير واحترام. من كمان كان فيه من ظهر عشان لا ننسى الا في ابراهيم ماطر. طبعا ابراهيم ماطر من انا اشوفه من اميز وافضل اللاعبين اللي مروا على الكره السعوديه في وسط الملعب. لاعب مميز، انا اشوف حتى انه لاعب مهضوم اعلاميا ما اخذ حقه. ابراهيم من اللعيبه المميزين، انا زاملته في المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، لاعب ولعب ضده في لاعب انا اشوفه من افضل اللاعبين وامهرهم في خط النص وما اخذ حقه بصراحه، انظلم اعلاميا بشكل كبير. تشكيله حسين. والله التشكيله انا من البدايه وانا ماني حابب ان انا اقول تشكيله لان انا ما بظلم احد، لكن أبى أسمح لك شوف عشان أوريك قديش أنا واحد لطيف. أبى أسمح لك لو في خانة تحس إنه تستحق لاعبين حط لاعبين. لا لأنه في لعيبة بصراحة يعني أنا أشوف أنا وجهة نظري الشخصية إنه ظلم إنه إحنا نحط 11 22 لاعب أو حتى ليه. أنا رجال أحب الظلم. أنا معلش أنا رجال أحب الظلم. يعني مثلا حراسة المرمى حراسة المرمى مثلا نبى نتكلم عن في محمد الدعيع. طبعا الدعيع من اكيد محمد وعبد الله ما في ابو اثنين بسرعه عشان عندي خانات كثير. عندنا 11 خانه. الدعيع محمد الدعيع انا اشوفه هو الاول في الكره السعوديه وما اعرف والله بصراحه مين الثاني يعني. خلينا اقول مجبر. محمد الدعيع انت مش مجبر تبغى تقول واحد او اثنين. خلينا اقول محمد الدعيع. طيب قلوب الدفاع اثنين عندك. رحمه الله عليه محمد الخلاوي رحمه الله عليه. ومين جنبه يحط حسين؟ احمد جميل وعبد الله سليمان. عبد الله سليمان باقي لك واحد. باقي لي واحد طبعا انا اختار من اي جيل ولا اجيال انا عاصرتها عشان اللي تحب. لا خليني في اللي انا عاصرتهم عشان تخف افضل. طيب لو من اللي ما عاصرته مين تحط الرابع؟ طبعا في صالح النعيم، الكابتن صالح النعيم اكيد يعني ما بس انا ما ابغى الظهير الايسر. ما والله ما حخليك تبرر شيء ورانا خانات واجد. طبعا كابتن محمد عبد الجواد اكيد. ابو عابد اكيد طبعا. تحط احد معه؟ لا خلي لحاله. طيب ظهير ايمن؟ في ثلاثه بصراحه يعني انا اشوفهم برضو مميزين. في ناصر المنصور. ناصر المنصور الله النهضه. وفي كابتن عبد الله صالح. عبد الله صالح الاتفاق. وشيليه والدوخي. اربعه. هذه الخانه بسمح لك لانه هذه الخانه كانت دائما خانه معركه. معركه بالفعل. حسين. شيليه والدوخي وعبد الله صالح ناصر المنصور. تلعب 4-3-3 ولا 4-4 حسب الاسماء. يلا قول لي. طيب ايسر وسط. ايسر وسط. ايسر طبعا كابتن خالد مسعد. خالد مسعد اكيد طبعا. من في كمان يلعب يسار؟ والله كثير المشكله والله في اللي يجي على بالك يعني. انت يعني انا بقول لك طب انا حاعطيك اسامي وانت وزعها. لا ما حوزع. انا بمشي معك خانه. خالد مسعد في احد في بالك ثاني؟ طب خليه ما اشوف. طيب. في محسن الجمعان طبعا كابتن محسن انه نلعب طبعا ما في جناح إيه؟ كان يعني فهنا شوف محسن وخالد مسعد. اي المحور في رحمه الله عليه خميس العويران الله يرحمه. ابراهيم ماطر. ماطر. يحيى عامر. يحيى عامر وسط يمين. ثنيان طبعا. ثنيان. تيماوي ونواف. انت حتلعب 4-4-2 يعني؟ والله ما اعرف انا حلعب. طيب نواف الهجوم راس الحربه اكيد طبعا كابتن ماجد عبد الله. سامي الجابر. سامي الجابر وعبيد الدوسري. وعبيد الدوسري ورحمه الله عليه لو استمر خالد الرويحي. خالد الرويحي الله اكيد كانت بوادر لاعب عظيم اكيد خالد الرويحي.